السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي الحصة تاعنا اللي غادي نتكلموا على أمر مهم، وهو هذا برناوي وين هو وزير رياضة سابق. كما نقولوا احنا ما كاش يحلم حتى نائب وزير، تصاب روحه وزير ما كاش يحلم بها، وين يخرق القوانين ويترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية. هذا راه ذاق، ودار كلش باش شو، وكان يحوس يقلب مولودية، الجزائر. من بعد فكر في باش يترشح رئيس الاتحادية في مكان زتشي، وكاين لوبيات من تحت يزغدو فيه، مشي وحدو. شتو شكان صاري بينو وبين برناوي على جال المناصب، حرب المناصب نقولوا احنا، حرب المناصب. وين هدرتها نهار اللي حطوا برناوي وازير، قلت لكم جابه برناوي، جابه بيراف، يسكنوا في شامونيف جوارين حيط بيناتهم، هو اللي جابه. ومن بعد عاود دار عليه، الحمد لله كذبتونا، وعاودوا له هما يكشفوا في روحهم، والحمد لله يا ربي انا شهدرت، ربي شهد عليا، ربي راه شهد عليا، شهدت عطيتكم المعلومه اللي شان. بصح اليوم عاودوا اتحدوا كاع داك الشيء كان صاري بيناتهم، يا ويظل لي معاه هما. شو كاين هو وكاين كاين بيراه وكاين جماعه تاع الياس تياس، دوك ثلاثه خاوه بيهم بنساهم خدامين في الياس تياس، قاضبين الياس تياس، ودايرين نسابهم ودايرين خواتاتهم ودايرين خوتهم ودايرين ولاد خوتهم، قاضبين مناصب، اللي قاضب امين عام، اللي قاضب خزينه تاع نقولوا تاع اتحاديه تاع كره اليد، اللي قاضب خزينه تاع من، اللي قاضب خزينه من، اللي قاضب مفركتين. انت تيب النكاوين بدلين، بصح هما نسوبيه، ولد اختو، ولد بنتو، ولد كيما ذاك رئيس الرابطه تاع الهوات، هذاك مالك، هذاك داير ولدو، داير نسيبو، داير اختو، داير مع شدير، دايرهم كاع قاضبين، اللي قاضب الخزينة تاع الدراهم، اللي قاضب دايره سيكريتير تاعو، ما عندك وين تلعب، معاهم. انا نعطيكم في الصح، هنايا انا نجيب لكم في الصح، نجيب لك في الصح. حنايا اللي ذاق، يقول له واحد الكلمه نقولوها البرناوي، اللي ذاق البنا والله ما يتهنى. راجل الرجال راهي تتقاتل على هذا المنصب، والفساد في الرياضة أدهى وأمر، وهو الأموال راهم دراهم، ومازال يبكوا على المؤسسات. ربي يجيب الخير لهذا البلاد، ونتمنى من الرئيس أن يوقف لهم هذو الناس، خاطر على خرقوا القوانين، هذو خرقوا القوانين، هذه اللي نتمناها إن شاء الله بربي. برناوي مازال وين قال لهم، قال دار حساب بالموسيقى تاع الأخرى تاع خوليو، موسيقى تاع خوليو وتاع بكري، هذوك داير رسم حدا تاع بيكاتشو، داير منا. قال لهم بعد تفكير عميق وليالي والسهر ليالي، نطلع ونهود خاطش مسؤوليه كبيره، خمم الليل مع النهار، خمم سيمانه، خمم شهر، خمم الناس رايحين مولين عنده، مكاش تسمى مكاش لي يقدر بذا المنصب ابار برناوي برك، خاطش الناس كاع جاو عنده، برناوي عاوننا، برناوي عاوننا. والدول اللي بيشاركوا في الالعاب الاولمبيه فاني جاو عند برناوي قالوا له يا برناوي عاوننا. تسمى كيما هكا الهضره اللي ولا يهضر فيها كل شغل البحر تاع البحر الابيض المتوسط فاني هاج على هاج، قال لهم يا برناوي ننهيج البحر فانيك، قال لهم يا برناوي ينهيج، اي هو حشم البحر. قال له صح عمي البحر، اقعد ما تهيش وانا نترشح. تما حزروه بزاف، حزروه الشعب. نمشي راهم معتصمين قدام دارو، امشي علي نسمع وقاعدين يقارعوا له وين تيقولوا باين ترشح. بعدما اعلن وزير الشبيبه والرياضه السابق، والله لا عيب باش نقولوا وزير الشبيبه والرياضه، في وقت سابق على ترشح لرئاسه اللجنه الاولمبيه الرياضيه الجزائريه، وانكشف مصادر اعلاميه بان برناوي ممنوع من ترشح لرئاسه اللجنه الاولمبيه الرياضيه الجزائريه. وكان رؤوف سليم برناوي قد اكد في وقت سابق بانه ممنوع من ترشح
لأي منصب إلا بعد مرور أزيد من سنتين، لأن القانون لا يسمح له كونه شغل وظيفة عليا. وهذا ما تبين من استحالة ترشح برناوي لهذا المنصب، وهو الأمر الذي يطرح علامة استفهام عن سبب الذي جعله يترشح ويخرق القوانين. هذه باش يكون على بالكم. ضروك أنا شقلت فيديوهات اللي فاتوا هذو تاع 4 أيام ولا 5، باش قلت له برناوي واحد شحال الناس عيطوا لي قالوا لي برناوي ترشح يا ودي. قلت لهم يا ودي أي كاين أم كاين الوزير راه ساكت، الوزير خالدي راه يخدم وساكت، اترشح هات الدوسي تاعك هات ومن بعد يسلو كوفوكاسيو، يقولوا له هذه مي تكمل اقراها، مي تكمل روح بها للطواليت. انا نقول لكم ما مي يقرا يقولوا له يقول تسيب من تحت كيماك اقلب الورقه، مين يقلب يقولوا له دخل بها للطواليت. انا نقول لكم عليها يخلوهم يلعبوا يعوموا كيما يبغوا، زاد شي يعوم كيما يبغي طايق الا في لابيسي رايح مولي عوم على روحك. كاين بزاف ناس ارجعتو تكمل لهم العهدة تاعهم، ارجع تكمل العهدة تاعهم، ارجعتو كي تسمعوا زاد شي على باغي يزيد يقعد، على يحوس يقعد يبكي للناس زيدوني يحوس كيفاش يقعد على مشاب قاد الفضائح. كون جا واحد اخر جا عنده مبادئ وكرامه وين تيوخر زتشي تاعك يا زتشي. نقول لك وين خسرت نقول لك وين تا النهار جبنا كوب دافريك وطردوك فماك كو حطيت استقاله تاعك كنت غادي تخرج باطل بصح كي قعدت وليت باطل، مشي باطل وليت باطل صايك. الناس شافوك انت ما عندكش مكاش كرامه مكاش شخصيه مكان مبادئ مكان والو. عرس داخل له تيلقاك انت واحد مول العرس يدلقاك وي عاود غدوه ان شاء الله تهدر معاه تعاود تشوف فيه الطريق اللي يسكن فيها الحومه اللي يسكن فيها ما نفوتهاش باش ما نقولوش السلام باش ما نلقاهش هكا شاب باش ما نلقاهش الطريق اللي يسكن فيها ما نفوتهاش باه ما نلقاهش. انت طردوك منا ولي تحذر من وعجباتك تساعد لي في محمد سعد تساعد لي في بهلول هرب بهلول ميصابها تزيرة تهرب عم بلع التليفون تاعه. هم عليك أودي أو شوية وثهم روحك كي دايرة حياتي هذه لازم تحضرها روحك كي دايرة حياتي ماشي غير هاك تدمر أصاحبيها أو حنا ما ذهمناكش ديما ما هذا. ونعاود نقولوا لهذا برناوي قلت لك والله ما غادي ترشح ورسلتها لك في الفيسبوك تاعك وراك آمي معايا وراني آمي معاك ورسلتها لك قلت لك والله العظيم يا الفوت ما راك داخل له. ارسلت لي علامة استفهام قلت لك علامة استفهام كي عاودوا يردوا عليك وزارة الشباب والرياضة تعاود ترد عليك الدوسي يطلع هات شو الدوسيات هاتها بعد حطها لي يعاودوا يردوا عليك فما تفهم هذه علامة استفهام تاعك. أنا قلت لك ما أدري أنت بالك باك تقول بلي أني باغي نخدم بصح ما يقول لك لي خون بيضة يخون دجاجة لي يخون لك بيضة قد يخون لك دجاجة ما غاديش تولي تقوم بيضة كل يوم يقرا البيضة يجي يخونها يقول لك انا ندي دجاجة ومن نوضر نصيب حبة بيض ما نسقاش نروح نتعب ونقرا لك نسيبها قدامي ناكلها. ثم صار لكم كيما ذاك اللي عنده ماشينة تاع دراهم وحزق ما ولاش عنده باحة انتما صايكم كيما هاك والله لا صايكم كيما هاك كيما داك اللي عنده ماشينه تاع دراهم وطيبو ما عندوش شي يدير يبيعها دعوه تشري يبيعها. انت كون جيت كون خدمت وليت تهضر لي انت وليت عاطي الشرعيه الواحد غير شرعي وليت ضد الشعب راك تشوف كيفاش
ضد الشعب كومبلي. الشعب يقول لك يا ودي زاد تمشي شرعي، انت قلت لهم لا شرعي وغادي يرشحوه للاتحاد الافريقي، هذه كذبه. وين راه ترشح؟ تحيه الجزائر.